الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان السنة دي كانت كلها أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية أو الكوميدية. تعالوا نتابع مع بعض ملخص لأهم أحداث الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان. الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان شهدت أحداث متميزة. نبدأ بأحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 اللي بدأت في سيناء، لما ظهر أحد الإرهابيين وهو بيفتش عربية وجد فيها ذخيرة ثقيلة يبدو إنها يستخدمها في الإرهاب، وده قبل ظهور الضابط القناص كريم فهمي وهو بيخطر القيادة في مركز العمليات بأن الهدف بات أمامه وتتم العملية وتم قتل الإرهابي. أحداث الحلقة مع الفنان آسر ياسين، وتحديداً سنة 2014 وهو بيشتغل مرشد سياحي وبيصطحب فوق من السياح بالمسجد، قبل انطلاق الأحداث سريعاً لسينا مرة تانية مع الفنان عمرو يوسف اللي ظهر وهو بصحبة أفراد الكتيبة 101 خلال مداهمة نجحوا فيها في قتل مجموعة من الإرهابيين. الحلقة الأولى من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي، فاختار المخرج ليس حجو في مستهل عرض حلقات المسلسل البدء بأقاويل الإمام الشافعي في فقه الاختلاف بصوت خالد النبوي واللي جه فيها: أنا نفارق الدنيا وما فيها قبل أن ننتهي صلاتنا، وهل هناك خير من أن نودع الدنيا ونحن بين يدي الله؟ في الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، اشتكى الكبير أحمد مكي خلال أحداث الحلقة لصديقه نفادي من زوجته مربوحة وتغيرها بعد مرور سنة على زواجهم، وطلب نفادي من الكبير إنه ياخد مربوحة ويروحوا علشان يغيروا جو لأنهم مرحوش يقضوا شهر العسل من بداية جوازهم. أنا ما خبرش كيف تبقى مرتك وما حسست ناحيتها بحاجة. يا راجل يا راجل، ده أنا مصابر بتاعت فرشة الخضار ادتني حزمة جرجير زيادة قعدت أحلم بيها صباعي. شاهدت الحلقة الأولى من مسلسل ألف حمد لله على السلامة للنجمة يسرى أحداث متسارعة. رجعت الدكتورة سميحة مع عائلتها من كندا للقاهرة بعد ما توفى زوجها وترك لها وصية وثروة، ولما جت لبيتها بدأت في شرح طريقة معيشتها في الماضي لأولادها آدم الشرقاوي وميان السيد اللي عاشوا وتربوا في كندا. البيت ده كان وحشني، فرحانة جداً بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل السفارة للنجم أحمد أمين بظهور شفيق أحمد أمين مطارد من رجال الشيخ لبلوبر في الصحراء ووسط الأماكن الأثرية في الأقصر بسبب سرقته سفارة أثرية مسحورة ليها سر كبير. السفارة دي بتعيد الشخص للماضي لتغيير بعض الأمور في حياته. كل ده يطلع منك أنت بعد ما عيشناك وسطينا وقتلناك من زلطنا وردعناك من لبن عنيزنا. ولا انا شربت امبارح ده كان لبن عنيزنا. بدات الحلقه الاولى من مسلسل سر الباتع قبل تتر البدايه بظهور قوات الاحتلال الفرنسي زمن الحمله الفرنسيه، وشفنا شكل مقاومه المصريين ليهم، وبدا تتر المسلسل بصوت الكينج محمد منير، وشفنا في اول المشاهد في العمل للملحمي ميدو عادل وهو بيتعرض لعمليه تعذيب. كل دي خطوه جوه الطريق، مفيش خطوة على الفاضي. بدأت الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة بمشهد فلاش باك لجعفر سنة 2004 علشان يكتشف خطف ابنه من المستشفى أول ما اتولد، وبتنهار مايا كساب اللي بتجسد دور زوجة جعفر ضمن الأحداث من البكاء بعد ما عرفت خبر خطف ابنها. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم في 2003 في مدينة قنا نجا عبد الجبار، وكان المشهد الأول هو ولادة نادرة نيلي كريم لطفلها وسط سعادة الجميع، خصوصاً حماها عبد الجبار جمال سليمان اللي أمر بذبح العجول لأهل نادرة وإعفائهم من دفع ثمن المعدية لمدة شهر احتفالاً بقدوم حفيده. شغل إيه دهن في انتصاص الليالي؟ أنت مالك ومالهم؟ أنت مش زيهم. سنو سعيد والعيلة خايفة عليك. ما تخافيش. زي ما شفنا أحداث درامية مشوقة وسباق رمضاني محتدم، وخلصت نشرتنا كده الفنية، وبنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وعبد الصمد. شكرا لك يا هلا. شكرا.